وللحديث حول انعكاسات الحصار على الأهالي في مدينة حلب ينضم إلينا من فرنسا الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي سمير الطويل. مرحبا بك سيد سمير. الأسعار حلقت بسرعة في حلب بعد أيام قليلة على الحصار، برأيك هل ينذر ذلك بأزمة كبرى في قادم الأيام؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. من الطبيعي نتيجة الحرب وآلة القصف الوحشية التي مارسها النظام والطيران الروسي وحالة الحصار التي يحاول النظام الضغط على ريف حلب وعلى مدينة حلب الشرقية، طبعا من الطبيعي أن ترتفع الأسعار، ومن الطبيعي أن يستغل تجار الأزمات أو تجار الحرب استغلال هذه الظروف لرفع الأسعار واحتكار بعض المواد. النظام يسعى حاليا لفرض طوق من الحصار وقطع طريق الإمدادات عن الثوار في مدينة حلب وريفها عبر الطيران وعبر الاستيلاء على منطقة الملاح أو ما يسمى طريق الكاستيلو. الهدف من هذا الحصار هو فرض حصار عسكري واقتصادي على المناطق المحررة وجعلها تختنق، وبالتالي هذا الأمر سينعكس على السكان المدنيين. سنشهد بالفترة القادمة ارتفاع في الأسعار وفقدان ببعض المواد الأساسية، وما يخشى أن يتم فقدان مواد أساسية مثلا كالقمح. طيب سيد سمير، يعني هل نفذت المواد الغذائية فعلا أم أن ذلك يعود للاحتكار، وهل ستفلح محاولات الثوار بضبط الأسعار؟ الثوار أصدروا عديد من البيانات لموضوع لعدم نفع إلى التجار وإلى التجار، سواء طبعا التجار المفرق أو حتى التجار ما يسمى بالجملة. أصدر بيانات وسيلاحقون قضائيا من يشتبه باحتكاره للمواد أو حتى رفعه للأسعار، لكن هذا الأمر لم يضبط بظل ظروف الحرب بشكل كبير. الذي سوف ينقذ هذه المناطق هو موضوع فك الحصار وعودة طريق وعودة الإمدادات. في حال استمر الحصار إلى فترة، بالتأكيد المواد الغذائية سوف تنفذ من المستودعات، من المخازن، من المحال التجارية. هذا الأمر لابد منه. لذلك على الثوار والفصائل العسكرية الموجودة في تلك المناطق البحث عن بدائل أخرى وطرق إمدادات جديدة. طيب ما هو سبب تضاعف أسعار الخضروات عدة مرات مقارنة بغيرها من المواد؟ الحصار، ندرة المواد، صعوبة وصول المواد إلى المناطق المحررة. طيب أخيرا، ماذا ينتظر حلب تحت الحصار حسب المعطيات؟ كما شاهدنا في السنوات السابقة، يعني المناطق المحاصرة في سوريا هي مناطق عديدة ومنتشرة على كافة الجغرافيا السورية. نأمل أن يستطيع الثوار في الفترة القادمة من فك الحصار. لا نستطيع الاعتماد يعني على المنظمات الإنسانية من الأمم المتحدة والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات، لأنها تعمل تحت مظلة النظام أو كما يرسم لها الطريق. الفترة القادمة هي فترة مهمة لفك الحصار عن مدينة حلب، فأما الجوع والحصار وأما عودة طرق الإمدادات. من فرنسا الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي سمير الطويل، شكرا جزيلا لك.